يعني بالتأكيد بايدن في وضع صعب للغاية، ويمكن أن يؤثر على سياسات الحزب إذا استمر. بالتأكيد سيكون هذه لطمة كبيرة، وسوف يكون خروجه مخزيا. لذلك يعني كثير من الديمقراطيين يحاولون إقناعه بأن يخرج ويحظى بالتكريم اللائق له كي يخرج من السباق في وضع مناسب، لأنه في هذه الحالة سيكون قد فضل مصلحة الحزب ومصلحة الولايات المتحدة من وجهة نظرهم على مصلحته الشخصية وعناده الشخصي. الأخير الذي يقول يعني هناك من يقول بأنه أصبح أكثر انفتاحا، وهذا ردا على سؤالك الأول فيما يتعلق بأنه يمكن أن يخرج من السباق. يعني في لقائه الأخير مع محطة بيت نيوز هو قال بأنه سيكون مستعدا للخروج إذا أخبره الأطباء بأن ذلك ضروريا، وهذا يختلف عما قاله قبل نحو يعني أسبوع أو 10 أيام حينما قال بأن الله وحده هو الذي يمكن أن يقول له أخرج من هذا السباق. وبالتالي هناك تحول تدريجي. أما مسألة إصابته بفيروس كوفيد 19 فربما تكون مسرحية وربما يكون حقيقيا، لكن في كل الأحوال هذا يضره أيضا لأنه سوف يضطر إلى الانعزال. نعم. في وقت كان من المهم أن يستمر حتى يحاول إقناع الآخرين بأنه لائق ذهنيا وطبيا. طيب سيد طارق، الوقت ربما لا يسعف الحزب الديمقراطي في اختيار رئيس جديد وبرنامج انتخابي وتمويل للحملة الانتخابية وما إلى ذلك، يعني الإجراءات المتبعة دوما. هل أي رئيس ممكن يحل أو أي مرشح ممكن أن يأتي مكان بايدن؟ هل سيضمن الفوز للحزب الديمقراطي أمام ترامب الذي زادت شعبيته بعد محاولة اغتياله؟ هذا سؤال ممتاز أستاذة تهاني، لأنه في حقيقة الأمر هناك بالفعل جزء من الديمقراطيين يخشون من هذا السيناريو، أنه لن تكون هناك فرصة جيدة، أن الصراع بين المترشحين سيعزز الانقسام داخل الحزب الديمقراطي الذي يوجد به تيارات سياسية متباينة مثل التقدميين والمعتدلين، وقد يساهم هذا في تعزيز هذا الانقسام. لكن يعتقد أن أكثر المرشحين الذين ستكون حظوظهم أفضل هم الوسطيين، يعني مثل بايدن الذين يمكن أن يحظوا يعني نسبة جيدة في التصويت، وبالتالي يتجاوزون هذا الأمر. النقطة الأخرى هو يجب على المترشحين أن يفوزوا بالولايات الثلاث الضرورية حتى يحصل المرشح الديمقراطي على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولذلك يجب أن يفوزوا ببنسلفانيا وويسكونسن وميتشيغان، بالإضافة إلى الولايات الديمقراطية الأخرى طبعا بالتأكيد. وبالتالي هذا هو الرهان الحقيقي الذي ينبغي أن يواجهه. أما بالنسبة للعملية التمويل فبالفعل يعني بايدن عرف من مساعديه بأن عملية التمويل قد جفت، لأن كبار المانحين توقفوا عن دفع مزيد من الأموال لأنهم يشعرون بأن هذه الأموال ستذهب هباء إذا ذهبت إلى بايدن، لكن يمكن أن يعودوا ويدفعوا بمزيد من الأموال ويطالبوا أيضا الديمقراطيين بالتصويت، يعني التبرع فرديا للحملة الانتخابية للمرشح الذي يمكن أن يتم التوافق عليه.